بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تنزلوا ملفات الاوتوكاد الموجوده على موقع شركه شنتي. الفيديو ده هنتكلم عن تحميل ملفات الاوتوكاد الكاد فايلز الخاصه بشركه شنت، نحملها ازاي من على الموقع، نبدا نستفيد منها ازاي بالتفصيل. طبعا احنا هنروح هنلاقي ايقونه زي ما شفنا في الفيديو السابق مكتوب عليها كاد دروينجز، الملفات الخاصه بالاوتوكاد. هنبدأ نختار الانفرتر اللي احنا محتاجين ملفات الاوتوكاد ليه، ونبدأ نحمل ملفات الاوتوكاد دي ونبدأ نشتغل عليها ونشوف تفاصيلها ازاي بالتفصيل. تعالوا نبدأ كده، ندخل على الموقع تمام ونشوف ايه اللي بيحصل. زي ما قلنا نرجع تاني، احنا بندخل على موقع شركة شنت باور سيستم، وبعدين بنختار ريسورسز. من ريسورسز خلاص حفظنا، بنختار ايه؟ برودكت داونلود. دخلنا برودكت داونلود، هنبدا نشوف، شفنا القائمه دي قبل كده برودكت داونلود. هنبدا تحت كده ندور على ملفات الاوتوكاد. فين الكاد فايلز؟ اهو هتلاقي عندك الكاد دروينج. تمام يا شباب، عرفنا نوصل ازاي؟ ادي الكاد دروينج. بعد كده هيجيب لي الملفات، يعني انا عندي هنا الانفرتر سي بي اس اللي هو ال 23 كيلو وال 28 كيلو وال 36 كيلو كاد دروينج، في عندي ال 50 كيلو وال 60 كيلو، في ال 25 كيلو تمام، عندي ال 100 وال 125 كي تي ال تمام، وفي عندي ال 25 كي تي ال اللي بيشتغل على 480 فولت. انا مثلا لو اخترت ان انا هحمل او هفتح ملفات الاوتوكاد لانفرتر 36 كيلو، انا عندي مشروع تمام وهستخدم انفرتر من شركه شنت 36 كيلو، هضغط هنا هيحمل لي يا شباب الملفات دي، ملفات مضغوطه. هينزل الملف اسمه سي بي اس 23 28 26 تمام في الداونلود. ها كل اللي هعمله ضغط عليه ضغطه كده بس هيجيب لي الملف. بعد كده اقول له اوكي اعمل داونلود. هبص هنا اهو شايف بينزل عندي الداونلودز، هروح شو اول داونلودز، جايب لي ادي الداونلود بتاعتي، هقول له كليك يمين تمام واوبن كونتيننج فولدر اللي هو الداونلود. لو انت مش عارف انت بتداونلود فين اهو تمام، ده عندي الداونلود بتاعي، اخد كده واعمل كوبي واروح اسيف الملف ده تمام في اي حته عندي على الجهاز اهو. شنت كاد فايلز. راح داخل هنا يا شباب بيست، اعمل له اكستراكت هير. كده جاب لي الملفات الخاصه ب تمام الاوتوكاد الخاص بالانفرتر اللي انا نزلته. انزل بقى باقي كل الانفرترز، يعني انا هرجع للموقع تاني، هختار مثلا ال 50 وال 60 وال 100 وال 125 والكلام ده كله، انزلهم ملفات، وبعد كده هروح افتح الملف ده. طبعا لازم يكون عندي البرنامج الاوتوكاد تمام، ونبدا نشوف الاوتوكاد فايلز ونبدا نشوف الدايمنشنز، لان الحاجات دي هتفيدني جدا في التركيب. هشوف الابعاد بتاعه الانفرتر، الطول بتاع الانفرتر، العرض بتاع الانفرتر، التخانه بتاعه الانفرتر، مسامير التثبيت بتاعه الانفرتر. اهو ادي اسم الفايل اللي انا فتحته سي بي اس اللي هو 23 36 كيلو. لو احنا شفنا شباب كده دبل كليك اهو جاب لي تمام الشكل العام بتاع الاوتوكاد فايل اللي نازل من شركة شنت. طيب انا هعمل ايه؟ مقسمهولي هنا شايف هنا ماشي ازاي، ايه اليسار تمام بي سي، وبعد كده ماشي 1 2 3 4 على اساس ان انا ايه ممكن اقول والله الرسمة دي موجودة فين في اي 1، الجزء التاني ده موجود في اي 2 وهكذا. طبعا ده حاجة بسيطة. هو بيبدأ هنا يا شباب بيديني لو انا هثبت الانفرتر المسافات بينه وبين الجدار المينيمم، ده طبعا بيبقى الريكومنديشن معمولة من شركة شنت على اساس ان انت تبقى عارف اماكن التثبيت. هو بيقول لك اكتر مش عارف من 30 سنتي المسافة تمام، اكبر من او يساوي 300 ملم يعني 30 سنتيمتر فوق 30 سنتي تمام. لو انا هحط اتنين جنب بعض اكتر من 50 سنتي المسافة بينهم تمام وبينه وبين تحت، يبقى
اكبر من 60 سنتي المسافه بيني وبين اي جدار تاني، تمام، من كل الجوانب. اهو بقى هو لو انا عندي استفدت من الاوتوكاد فايل، والله لو انا هبدا اركب اتنين انفرتر الريكومنديشن بتاع شركه شينت، يبقى المسافه على الاقل 50 سنتي من الانفرتر للانفرتر التاني. طبعا هنا بيدخل في التفاصيل طبعا بتاعه حسب كل انفرتر. احنا طبعا هنحمل الداتا شيت بتاع مثلا ال 36 كيلو، وهنبدا نشوف الدايمنشنز نازله هناك في اي انفرتر، بيديني طول وعرض وارتفاع. هنا بيديني المسافات بين الانفرتر والمسافه بينه وبين الارض، بيديني الاليفيشن، وبيديني السايد فيو، وبيديني البلان بتاعه. ممكن يديني اهو هنا شايف كده مدي لك اهو اللي هو ال 23 كيلو وال 28 كيلو ليهم نفس الدايجرام ده الانفرتر اهو 3 دي، شايف 3 دي اهو، عشان تبقى عارف ده شكل الانفرتر، وادي الفتحات بتاعت الانفرتر اللي في الجنب، تمام. هو لو بص من فوق بلان، شايف الجزئيه اللي من فوق دي، لو بص من الجنب كده سايد فيو، كاني بشرح محاضره رسم هندسي، لو بص في الوش اللي هو الاليفيشن او المسقط الامامي ليه، تمام، الانفرتر. طبعا بيجيب لك كل الاتجاهات على اساس تبقى عارف حتى كمان ايه الدخلات بتاعت الانفرتر. يعني شايف هنا اهو جايب لك ده الدي سي انبوت، الكلام ده مهم جدا، الدي سي انبوت كاتب لي هنا الاي سي اوتبوت، يبقى انا داخلي دي سي، يبقى هو جايب لي الشكل بتاع الفتحات اللي هدخل فيها السترنجات بتاعتي الدي سي ام، بعد كده هطلع اروح رايح اي سي، يبقى اي سي اوتبوت، والكومون الكومون بورد، تمام، والورننج مش عارف مكتوبه فين، والتقريض بتاعها شكله ازاي، يبقى هو بيدي لك الدايمنشنز، لان دي ممكن يحتاجها منك الاستشاري، يبقى الدايمنشنز اوف ذا برودكت، يبقى ادي البرودكت، جايب لك المنتج 3 دي، المنتج 3 دي، وجايب لك كل المساقط بتاعته من فوق ومن تحت ومن الجنب اليمين ومن الجنب اليسار، تمام، والاليفيشن. يبقى انا لو حطيت الانفرتر ده قدامي اهو، تمام، يبقى هقدر اجيب كل المساقط بتاعه الانفرتر من خلال الدروينج اللي شنت اصلا اوتوماتيك مديهوني، تمام، في الجهاز. طبعا هنا بيجيب لك اهو ادي شنت باور والديسكريبشن ومين اللي عمل المخطط والكلام ده، بحيث انت تبدا تطبع الاوتوكاد فايل ده وتديه الاستشاري عشان يبقى عارف ابعاد تركيب الانفرتر بالتفصيل. طبعا هنبدا نشوف بعد كده نفس الدروينجز دي والكلام التفصيلي ده اللي مرسوم اوتوكاد جاهز، بدل ما انت تقعد ترسم، تمام، هنشوفه في الداتا شيت في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يبقى تاني هراجع الفيديو بسرعه، انا هنا بتعلم ازاي احمل ملفات الاوتوكاد من شركه شينت. يبقى انا لو عايز ملفات الكاد فايلز، تمام، هعمل ايه؟ هدخل على موقع شركه شينت، هدخل على موقع شركه شينت، تمام، حفظنا خلاص شينت باور سيستم، هروح على ريسورسز، بعد ريسورسز هروح على برودكت داونلود، دخلت برودكت داونلود هيجيب لي حاجات كتير، انا بدور على ملفات الاوتوكاد، في شركات كتير مش حاطه ملفات الاوتوكاد على المواقع بتاعتها، لا هو حاطط الكاد دروينجز، الكاد دروينجز جايب لي الانفرترز المتاحه، ممكن تلاقي كذا انفرتر ليهم نفس الابعاد، او انت تاخد نفس الكاد فايل وتغير في الدايمنشنز بناء على البي دي اف اللي نازل فيه الداتا شيت. فانا في عندي كذا انفرتر اهو، كل اللي هعمله عشان ابدا احمل بضغط على الانفرتر بقول له داونلود، بعد ما نزل عندي، تمام، بيتاخد ملف مضغوط، خدت الملف ده عملت شنت كات فايل تبقى سورس ليا، عملت اكستراكشن للملف، فتحت الملف بالاوتوكاد اللي عندي، بدات افتح ملف الاوتوكاد، ملف الاوتوكاد بيحتوي على شكل الانفرتر، شكل الانفرتر 3 دي اهو مكتوب عليه سي بي اس والشاشه الاماميه، تمام، وال 3 دي بتاع الانفرتر، لو بصيت على الانفرتر من فوق البلان، لو بصيت على الانفرتر من تحت مهمه جدا دي، يبقى الفتحات ظاهره اهي، الفتحات شكل الانفرتر من فوق باين، شكل الانفرتر من تحت اهو مرسوم، شكل الانفرتر من الجنب اليسار اللي فيه المراوح والتبريد ومش عارف ايه، تمام، ظاهر عندي، شكل الانفرتر من الناحيه اليمين بالوصلات بتاعته، يعني هنا مثلا الاي سي ديسكونكت، تمام، موجود بلت ان فيه، وهنا في عندي دي سي ديسكونكت، الحته دي مهمه جدا يا شباب، اي سي ديسكونكت ودي سي ديسكونكت بلت ان في الانفرتر اللي هو ال 23 كيلو وال 28 كيلو، مهم جدا، عرفناها من فين؟ عرفناها من الرسم. طبعا هنا الشكل اللي جنبه ده بيديني 36 كيلو، نفس القصه، هيديني الرسمه بتاعته اهي 3 دي 3 دي
من شركة سي بي اس اهو، شنت باور سيستم. الشاشة الأمامية مفروض هنا في ديسكونكت سويتش في ناحية الاي سي وديسكونكت سويتش في ناحية الدي سي. تعال نروح اهو، في عندي اهو دي سي ديسكونكت سويتش في اليسار، اي سي ديسكونكت سويتش في اليمين. بصينا على الانفرتر من فوق، شفنا الفتحات بتاعت الانفرتر من تحت، هندخل فين الكابلات الخاصة بالالواح الدي سي انبوت، تمام، وهنطلع على الاي سي اوتبوت والكومن. خلاص يبقى انت كل الداتا اللي انت عايز تعرفها عرفتها من شكل الانفرتر، وادالك هنا لو انت بتركب اتنين انفرتر جنب بعض المسافة الريكومندد من الشركة كام. لو بركب على جدار اخر الحيطة هنا، اخر الجدار ده ما تقلش عن 30 سنتي، طب وفوق 30 سنتي اكبر من 30 سنتي المفروض تبقى، طب وتحت، طب بينه وبين انفرتر تاني تمام اكتر من 50 سنتي. فكل اللي انت بتحلم بيه في التركيب والفتحات وكرسمة مرسومة دروينج جاهزة موجودة عندك، تمام، تبدأ تشتغل عليها بالتفصيل. واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.